احذري مين عندي؟ مين؟ استاذ غازي عم بيحل لي كم قضيه علانين عندي هون بالمزرعه. قضايا شو؟ عندي خروف ازعار اعتدى على ان الشاش خرب الدنيا، فجبنا الاستاذ غازي حامي عن الخواريف. ولا بدنا محامي يدافع عن الشاشات، وانت بتهتم بحقوق لناتي ولا ناتي؟ شكلها ما كثير قويه ما، المهم انا بعتذر منك، عقلاتي ما كانوا معي والله. لا بالعكس ولا يهمك، بس انا عن جد انشغل بالي عليك، من هيك سالت عنك استاذ غازي. تسلمي، تسال عليك العافيه، انا سالت عنك الاستاذ غازي بس لحتى اطمن. ميرسي، الله يعافيك. باي. مع السلامة. ما بعرف كيف ما برمتها من الزبطة. شو بدنا نعمل؟ شو بدي أعمل بدل باك؟ رغدة، أنت ليش محملة الموضوع كل هالقد؟ بكل بساطة قلي لهم أنا ما معي أدفع وخلي يجوا يشيكوا على أموالك. ما أنت هيك هيك ما في شيء باسمك، ما رح يطلع بإيدهم يعملوا شيء. أنت بغير تاني ملح. يا الله علي أنا، يا الله على حظي أنا. يا ملحم يا حبيبي، فين يجوا يسكروا المكتب؟ فين يزتوني بالحبس؟ شفت شو فين يعملوا؟ خلص طولي بالك، يلا إلا من لاقي لحل، ما تحصل جيه. وين من لاقي حد؟ طلع بالي، طلع بالي اخرب لبيتها مثل ما خربت لبيتي. بدي انتقم منها، بدي روح طربق البيت فوق راسها. فرشك يا سعاد، فرشك. ليك يا رغدة، انا بدي اقول لك شيء بس ما تزعلي مني. ما في شيء موصلك لهون الا تصرفاتك وتسرعك مع سعاد. يا ستي رح امشي معك. طربقت الدنيا فوق راسها وخربتي لبيتها، يعني إذا عندك احتمال 1% إنه هو يسامحك صار صفر عدم. لك خلصنا، شو بك رح تقتلي حالك؟ خلص يا ستي رح يرجع لك، والله رح يرجع لك، بس أنت رؤي. ولك خلصنا بكي. والله أنا فكرت فيها يا صار، إذا خسرنا مصارينا أحسن ما نخسر سمعتنا. هيدا لعب ولاد صغار، هيا بدها تفوتنا بالحيط. تفوتنا بالحيط ولا شيء، إذا قصة قصة مصاري أنا فارقة معي. اصطفل، أنا من هلا بقول لك، نزار زلمي منه هين، مش بالهين رح يقبل معنا. فدام بدك بكل بساطة هيك قول له بدنا برازيلي محل بلدي، أصلاً مين قال لك عنده برازيلي؟ لك شو هالحكي يا رياض؟ شو هالحكي؟ أنت لما أخذتني لعنده لحتى نمضي العقد عملت لي إياه أحسن ناس وأعز الناس. هلا بده يبيعنا لحمة فاسدة وبده يشهر عنا كمان.